خرج فتقوم في صورات أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصائر حتك للناس ولا تمسي في الأرض مراها إن الله لا يحب كل مختال فخور فاقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه خردل فتقوم في صورات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصائر حتك للناس ولا تمسي في الأرض مراها إن الله لا يحب كل مختال فخور فاقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه خردل فتقوم في صورات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصائر حتك للناس ولا تمسي في الأرض مراها إن الله لا يحب كل
muhtalin fawur faqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir alam taraw anna allaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum bi amahu ghayratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghayri ilmi wa la hudan wa la kitabin mubin wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sya'ir wa man yuslim wajhahu fardalin fatakum fi sawratin aw fis samawat aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha biha Allah inna Allah latifun khabir ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wan'ah wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur wala tusair hatta la wala tusair hatta kalinnasi wala tamsi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur faqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir alam taraw anna allaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum bi amahu ghayratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghayri ilmi wa la hudan wa la kitabin mubin wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sya'ir wa man yuslim wajhahu fardalin fatakum fi sawratin aw fis samawat aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha biha Allah inna Allah latifun khabir ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wan'ah wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur wala tusair hatta la wala tusair hatta kalinnasi wala tamsi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur faqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir alam taraw anna allaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum bi amahu ghayratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghayri ilmi wa la hudan wa la kitabin mubin
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَرَدَلٍ فَتَقُمْ فِي صَوْرَاتٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ فاقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَرَدَلٍ فَتَقُمْ فِي صَوْرَاتٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ فاقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَرَدَلٍ فَتَقُمْ فِي صَوْرَاتٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ
innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusair hatta kalinnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Faqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankarul aswati la sawtul hamir. Alam taraw annallaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ardi fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin mubin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sya'ir. Wa man yuslim wajhahu waradalin fatakum fi sawratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusair hatta kalinnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Faqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankarul aswati la sawtul hamir. Alam taraw annallaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ardi fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin mubin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sya'ir. Wa man yuslim wajhahu waradalin fatakum fi sawratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusair hatta kalinnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Faqsid fi mashyika waghdud min sawtik
Inna angkarul aswati la sautul hamir. Alam tarau annallaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin mubin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila adzabis sya'ir. Wa man yuslim wajhahu khardalin fataqum fi sawratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wan'ah wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wala tusair hatta linnasi wala tamsi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Faqsid fi mashyika wagdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Alam tarau annallaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin mubin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila adzabis sya'ir. Wa man yuslim wajhahu khardalin fataqum fi sawratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wan'ah wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wala tusair hatta linnasi wala tamsi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Faqsid fi mashyika wagdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Alam tarau annallaha syahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin mubin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma
قالوا بل نتبئ ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه خردل فتقوم في صورات أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصائر حتك للناس ولا تمسي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فاقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه خردل فتقوم في صورات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصائر حتك للناس ولا تمسي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فاقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه خردل فتقوم في صورات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusair hatta la wala tusair hatta kalin nasi wala tamsi fil ardi marwaha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur faqsid fi mashyika wagdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir alam taraw anna allaha syahura lakum ma fis samawati wa ma fil ardi fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin mubin wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila adzabis sya'ir wa man yuslim wajhahu